السلام عليكم. اليوم فيديو جديد. اليوم نزلت ستوري في انستغرام قلت لهم سولوني اسئله ودابا غادي نجاوبهم عليها. بيضوا يسولوني بزاف الاسئله نجاوب على دوك الاسئله اللي تعاودوا واللي بصح مزاونين واللي بصح خصكم تعرفوا نتوما الاجوبه ديالهم واللي غادي يفيدوكم بحال ديما. فاول حاجه قبل نجاوبكم على دوك الاسئله البايسكس دوك الاسئله اللي خصكم ديجا تكونوا عارفينهم بحال سميتي محمد كنيتي يعقوبي في عمري 20 عام كاسكم في طنجه. هاد الاسئله يعني عاديين اللي دابا جاوبتكم قبل ما نبداو الاسئله ديال بصح. فيلا بينا نبداو. اول سؤال جاني من عند وان فيهيفا هو علاش وكيفاش بديتي في يوتيوب. علاش وكيفاش بدينا في يوتيوب؟ هذا قصه ديالها طويله. في يوتيوب كان ديما خصنا نبداوه، لا انا لا انوار رحمه لا كايشي لا حنا كاملين كنا ديما خصنا نبداو يوتيوب. ولكن قبل ما نبداو يوتيوب قلنا نبداو تيك توك، نجمعوا واحد الناس، نجمعوا واحد النسبه ديال الناس عاد نبداو يوتيوب باش ماشي نبداو من الزيرو. يعني هذا خطا بزاف الناس كاملين كيبتيو نيشان كيبداو يوتيوب ما قيمه كيعرفوا حد. فاحنا بدينا في تيك توك الحمد لله عنده حتى 300K، انا عند كايشي دابا عنده شي 100K، عاد قررنا نبداو يوتيوب باش بدا يكون عاد داك الحافز ديال الناس. فهمتي بدا يكون بدا عندنا واحد الفان كي بدا يكون عندنا واحد الناس كيتابعونا وكيبغيونا باش عاد نبداو يوتيوب. السؤال الاولاني. دابا ندوز للسؤال الثاني. السؤال الثاني اللي جاني بزاف هو فاش كتقرا، شنو كتقرا، واش كتقرا، واش ني مهم بزاف ديال الاسئله ديال القرايه. نجاوبكم دابا على القرايه. انا هذا هو العام ديالي الثاني من بعد ما خديت الباك. العام الاولاني مشيت تسجلت في لافاك ولكن ما مشيت حتى شي مره. المهم تسجلت تما وبقيت جالس في الدار. ودابا العام الثاني ان شاء الله نفكر مع راسي واش نكمل على برا ولا نكمل هنايا. اللي تيسر ان شاء الله غادي يكون، واللي بغى سيدي ربي ان شاء الله هو اللي غادي يكون. انا كاملين في يد الله وان شاء الله يكون خير. اي حاجه كانت ان شاء الله غادي نقولها لكم فكونوا هانيين. دابا ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث اللي جاني بزاف هو على قضيه ديال انور الله يرحمه. دابا في القضيه ديال انور الله يرحمه اخر حاجه وصلت هي في 14/7 اجلت المره الرابعه. دابا عطاونا نهار جديد هو في 25/7 اللي غادي تكون فيها عاوتاني المحكمه ان شاء الله وغادي نكونوا حاضرين ان شاء الله. دابا ندوزو للسؤال اللي ماجي. هذا ماشي سؤال ولكن هذه حاجه مزيانه صراحه دابا غادي نقولها. انتما قراو والله الا منين عرفتك وليت كنتفرج لي فلوق ديالك من تما وانا كنصلي الحمد لله موتيفيتيني. هذا ماشي سؤال ولكن الحمد لله هادشي فضل الله والحمد لله انا سبب كنفرح فاش كنشوف بحال هيدا اقسم بالله الحمد لله. ندوز السؤال اللي ماجي. شنو باغي دير في المستقبل؟ واحد النصيحه للخوت، لا بغيتي دير شي حاجه في المستقبل ما تقولوها انت شي واحد، قولوا ان سيدي ربي. فاش تسجدوا ركعوا ودعوا لسيدي ربي حيت ماشي مزيان تقولوا الحاجات اللي غادي تعملوهم اللي ماجين. انتما كتعرفوا الناس عيني الناس خايبين، فمن الاحسن اي حاجه كانت عندك باغي تعملها في المستقبل اذا خليتيها غن راسك فان شاء الله غادي تصدق. غير كتقول الناس وكتجي وكتقول البنادم ما كتكتبش. فمن الاحسن حاجه تجدادي ان شاء الله حتى تشوفوهم في يوتيوب. واللي باقي ما داير فولو في يوتيوب اش كتسنى؟ عمل باش نكملوا 30K. ندوز السؤال اللي ماجي. السؤال اللي ماجي ضحك. السؤال اللي ماجي هو شحال كتخلص من يوتيوب؟ الناس بزاف كيسحاب لهم انا ضاير فلوس من يوتيوب. لا اخوتي يوتيوب راه غير هوايه اقسم بالله. دابا يوتيوب تقريبا فيديوهات كامله 20 فيديو منزل، هذا هو الفيديو 21 20 فيديو تقريبا ضرب مليون فيو في الفيديوهات كامل. شحال الفلوس تقول لكم؟ تقريبا 1000 درهم من مليون فيو. ما عرفتش واش انا ولا الناس كاملين كيتخلصوا هيدا ولكن داكشي عادي. بحال واحد الفيديو كنت عدلته خسرت فيه كثار، عرفت شحال خسرت فيه؟ ولكن عرفت شحال جاب؟ جاب 12 درهم. ما تجيب لك شي حتى قهوه كحلى دابا. يعني ما تشوفوش الناس اللي عاملين يوتيوب كاملين صحابكم راه كيضاربوا فلوس. خطا. السؤال اللي ماجي. السؤال اللي ماجي قالت لي عافاك قول لي كيفاش قدرتوا تاقلموا مع الموت ديال صاحبكم؟ انا مات امي اكثر من خويا ما قدرتش. واحد النصيحه للخوت، يعني الا مات شي واحد عندكم عزيز فما كاينش شي حل اخر غير الدعاء في الصلوات ديالكم. يعني صلي ودعي معاه حتى باش غادي تفيدو. اما لو بقيتي مكتئب في الدار وشاد عليك راه كتأذي راسك والله. يعني بغيتي تفيد داك الانسان اللي مات سير دعي معاه في الصلوات ديالك، عمل شي صدقه جاريه باسم ديالو اللي غتبقى ديما كياخذ منها الاجر. فهادشي اللي تقدر تعملو. اما باش تبقى مكتئب وتشد عليك راه هذا ماشي حل. شوفوا السؤال اللي ماجي. بالنسبه لشي واحد باقي ايتيديون شنو يقدر باش يربح شي بركه دموني غير بالتيل؟ الصراحه الخوت انا ما كنامنش شي واحد يقدر يربح فلوس من التليفون. فالتليفون غير ملاهي هذا الوقت ما نكذبش عليكم. كاين بزاف ناس كيقول لك لا كاين الناس اللي كيربحوا فلوس، كاين شي ابليكاسيون شي جيم ما عرفتش. الاحسن يكون عندك بيسي. الا ما كانش عندك فلوس بيسي سير خدم في ماكدو غا شهر تجمع واحد 3500 درهم وبداك الفلوس تشري بهم بيسي وان شاء الله بيسي راه عامل بحال البحر. فهمتي تقدر تجيب منه الفلوس راه ايزي والله. السؤال اللي ماشي.
كتفكر طلع عند كايشي تبقى معاه في اسبانيا. كما جبتكم في الاول فديجا عندي هذه الفكره في راسي، اقسم بالله حتى الوالدين ديالي كيقولوها لي، اذا كان فيها الخير ان شاء الله غادي يكون معايا، اذا ما كانش فيها الخير غادي نبقى في المغرب. اللي مكتب ان شاء الله غادي يكون. سؤال لي ماجي، شحال جبتي في الباك؟ الباك جيت فيها 10.12 بالضبط. شوفوا سؤال لي ماجي، شحال وانت وانوار الله يرحمه معاشرين؟ انا وانوار الله يرحمه تعرفنا انا وياه في 2020، تعرفنا في لاصال، هو كان في الحومه ديال كيجي كيسكن معاه في الحومه، وصافي واحد المره مشينا لاصال ومشينا كاملين مجموعين، ومن تما عرفت انوار الله يرحمه، من موراها مشينا للبحر وصافي وسبحان الله كيدخل القلب داك السيد الله يرحمه، اقسم بالله انا ما كيدخل القلب، فهمت مع تعرفنا اول نهار مع ولينا عشران ولينا كنخرجوا دائما في العرايش، حتى طلع هو يكمل قرايته في طنجه، وانا اصلا كنسكن في طنجه، صافي كنت كنجي عندو الدار، بقى كيجي عندي الدار ومع بعضياتنا دائما، الله يرحمه يا ربي تعيو مع خوتي. شوفوا السؤال اللي ماجي، سؤال لي ماجي كيضحك، فوقاش عاول تزوج وراه كنبغيوك بزاف غير كنشوفوك كنفرحو؟ اول حاجه شكرا بزاف. فوقاش عاول تزوج؟ انا غادي نتزوج ان شاء الله حتى نكون قادر نوفر اي حاجه بغاتها مراتي، فيمكنش تزوج وانت كتقاتل راه غادي تعذبها معاك، فعلى قليل تكون عندك دار تكون عندك طوموبيل ديالك باش تعيش، فهمتي؟ راه ميمكنش تزوج وتعذبها معاك اصاحبي حشومه، يعني ما حدك غادي تزوج بها خصك تكون قد بها وقد براسك. انا باقي الله 20 عام الخطرة، باقي واحد 24 عام 25 عام تقريبا ما كملناش، فهمتي؟ تكونوا جمعنا البركه ديال شي دار ديال شي طوموبيل، انت نتهلا في راسي نتهلا فيها ان شاء الله، ماشي انت يلا كتقاتل مع الوقت غادي تتزوج وغادي تتعذب انت وياه. ايه تقاتلوا مع بعضياتكم ولكن ماشي تزوجوا وتسكن معك في الدار مع باك ويماك ماشي مزيان داكشي. السؤال اللي ماجي، واتس ان ادفايس تايب يود لايك تو تيل يور يونجر سيلف؟ شنو هي النصيحه اللي نقولها نراسي ملي كنت صغير ولا ما عرفتش حاجه بحال هكذا؟ اهم نصيحه هي تقربوا من طريق الله واستفدوا اي دقيقه اي ثانيه من الناس اللي عزاز عليكم، يا باك يا يمك يا خوتك يا جداتك جدك صحابك الناس اللي كتبغيو، قربوا ليهم واستغلوا الشباب ديالكم. دابا انا كنقول لكم استغلوا الشباب ديالكم بحال انا عندي 40 عام، حتى انا باقي صغير، ولكن والله دابا الناس اللي عندهم 16 15 14 استفدوا من الشباب ديالكم وما تسافش طريق الله، احسن طريق اللي مع كتبع طريق الله مع ربي كيسهل عليك بزاف د الحاجات اقسم بالله. السؤال اللي ما جي نشوفه، شنو المواصفات ديال الزوجه الصالحه ديالك وفوقاش غتكمل دينك؟ انا قلت لكم جاني بزاف اسئله الزوج، شنو المواصفات ديال الزوجه الصالحه؟ اهم حاجه تكون في الزوجه هي تكون كتحترمك وتكون انت كتحترمها، اهم حاجه في اي غولاسيون وشي حاجه هي الاحترام، الاحترام راه احسن من الحب اقسم بالله، دينك تكون كتحترم وتكون انت كتحترمها راه هذاك هو كل شيء، هذاك هو اللي غادي يدومكم داك غولاسيون. شوفوا السؤال اللي ماجي، شحال في الطول ديالك؟ انا تقريبا في متر 94 متر 95 جالس هيدا ما نوقف نخلعكم. شوفوا السؤال اللي ماجي، شنو هو التخصص ديالك وشنو الفكره ديالك على التخصص الطب وممكن شي نصيحه نقدر نتبعها باش نجيب مزيان في الباك؟ شنو هو الفكره ديال الطب؟ شوف الا كنت غادي تعمل الطب خصك تصبر، خصك تكون انسان كتصبر حيت غادي تعاني صراحه في القرايه، ولكن كتكون النتيجه مزيانه، يعني نهار غادي تولي طبيب يعني ان شاء الله النتيجه كتكون مزيانه في الاخر، ولكن في الاول خصك تصبر. النصيحه ديالك في الباك سرق راه في مدرسه بريفي طلع لك نقطه القسم، ما تنساش الجهوي حيت الجهوي عنده نسبه كبيره، وفي الوطني عمرك تخلي شي ورقه خاويه، عباد الله عمركم تخليو شي سؤال خاوي وعمره باي حاجه، المهم حتى حاجه ما تبقى خاويه. شوف السؤال اللي نجي حصل دابا من السؤال والله ما عرفت، سي كوا طون اوبجيكتيف من يوتيوب؟ صراحه يوتيوب كيجيني نعطيكم الجود انرجي، بحال داك بحال داك الكاستيون اللي يلاه جاوبت قالت لي غادي بقيت كنتبعك وليت كنصلي، هادشي كيفرحني والله، وخصني واحد الحاجه من يوتيوب نكمل 100 كا باش عطوني داك الدرع، امنية ديالي ملي كنت صغير داك الدرع ديال يوتيوب، واه عاد في اسمك وكنيتك ان شاء الله غادي نجيبه قبل ما يتسالى هاد العام، واعد قبل ما يتسالى هاد العام ان شاء الله غادي نوصلو 100 كا، عقل عليا يا ربي، ولا كنت باقي معامل فولو عامل اش كتسنى صاحبي نوصل داك 100 كا ونجيبو داك الدرع، نعمل لكم انبوكسين وكدا، اش مالكم اخوتي ما نستاهلش والله حتى نستاهل. شوف السؤال اللي ماجي، شحال عندك ديال خوتك؟ بزاف الناس ما كيعرفوش هادي، كاينه انا كاينه اختي تا وام تولدنا نفس النهار، غا انا كبر عليها بربع ساعه، وعندي خاي كبير احمد يعقوب، بزاف الناس كيعرفوا حتى هو كيدير الكونتنت ديالو في انستغرام في يوتيوب، دخلوا اعملوا له فولو راه غيفيدكم بزاف، وهو الحمد لله اللي كيفيدني حتى انا بزاف ديال الحاجات فهادشي ديال الخدمه في انترنت غيفيدكم بزاف، نهار نقول لكم شي حاجه شنو عملوها حيت راه غادي تستافدوا والله.
شوف سؤالي ماجي، شحال وانت كتريني؟ صراحه انا من صغري وانا كنتريني صراحه، ولكن كنمشي وكنقطع كنمشي وكنقطع، ولكن حاليا شبرت ديال بصح وليت كنمشي يوميا وليت عامل واحد البروغرام اللي واعر بزاف. وها اهم حاجه في هذا الشيء الدومين ديال الرياضه ولا بغيتي تربي فورما هي الماكله. 80% هي الماكله، يعني اذا عدلتي الماكله ديالك غادي تشوف النتائج اسرع، وهذه اصعب حاجه الصراحه. واخا تبان لك سهله ولكن دي اصعب حاجه. اكثر الا بغيتي تنشف خصك فلوس بزاف، راه البروتينات غاليه، خصك تضرب بيباي، تضرب دجاج، تضرب الكفته، اي حاجه فيها بروتين خصك تضربها. ف يعني اي واحد كتشوفو عنده فورما ولا يعني ضروري يكون خاسر على راسو بزاف ديال الفلوس. شوفوا السؤال اللي ماجي، اللي ماجي قال لك تقدر تعاود لينا على النهار اللي سقتي الانوار الخبال بالموت ديالو؟ داك النهار ما تسيقتي يا صاحبي مره، وداك النهار دوزناه كامل في كوميسارية. من داك النهار الصباح حتى الليل حنا في كوميسارية. حتى غداتي رجعت من كوميسارية بقينا عاوتاني نهار كامل تما. داك النهار راه ميمكنش الصدمة، الله يرحم صاحبنا انوار الله يرحمه، بزاف شي الدعاء لانوار الله يرحمه وللعائلة ديالو وللوالدة ديالو بان بوبريان، الله يصبرهم يا ربي. شوفوا السؤال اللي ماجي، اهي الصورة المثالية لحياتك المستقبلية؟ صراحة حياتي المستقبلية والله تبغيت غير نكون مرتاح، اقسم بالله نكون مرتاح، هذه هي احسن حاجة. الوالدين ديالي مزيانين، قادر ناكل، قادر نعيش مرتاح، نسافر، صافي صافي هادشي اللي بغيت. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، جاو تقريبا على شي اكثر من 20 سؤال واقيلا. المهم الا كعجبكم الفيديو ولا بغيتو بارت جوج ديال الاسئلة وصلنا الفيديو 8000 لايك، يلا 8000 لايك ونديرو بارت جوج ديال الاسئلة ديالكم. ما تنساوش تعملوا فولو في انستغرام باش نهار غادي ننزل هاد ستوري تسولوني تنتوما. او سلامه تهلاو.